مشاهدينا الكرام، مر أسبوع بسرعة، والآن في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية. أحبتي في المسيح، أهلا وسهلا مرة أخرى. آية اليوم تقول: وحدث في أيقونية أنهما دخلا بولس وبرنابا معا إلى مجمع اليهود وتكلما، حتى آمن الجمهور كثير من اليهود واليونانيين. ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة، فأقام زمنا طويلا يجاهرون بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي أن تجري آيات وعجائب على أيديهم. فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهم ويرجموهما، شعر به فهربا إلى مدينتي ليكاونية ولسترا ودربة وإلى الكورة المحيطة، وكان هناك إيش يسوي؟ يبشرات برضه. أعمال الرسل 14 الآيات من 1-7. ما أشبه حال الأمس باليوم. أنا كنت أبشر بالمسيح يسوع في بلادي في السعودية وفي مكان عملي، فثار علي قوما من المسلمين المتعصبين الغير مؤمنين علشان يخربون نفوس الناس ضدي، بالضبط مثل ما صار مع بولس. لكن الرب يعمل المعجزات والعجائب. ايش اللي صار؟ اللي صار انه الناس انشقوا واختلفوا بخصوص شهادتهم ضدي، وهذا بسبب انه بعض الناس يخافون ربنا ويشهدون شهادة الحق، واخرون كان التعصب عاميهم فكانوا يشهدون زور ضدي، فتضاربت شهاداتهم، وهذا اللي اخر محاكمتي، وكانت فرصة أني أخرج بالسلام من البلاد وبطريقة عجائبية. أيضا تلاقي أن الرسول بولس خرج إلى مدينة أخرى، وهذا اللي صار معي، أني خرجت من بلادي إلى بلد آخر. الآن أنا أفهم وأحس بمشاعر الرسول بولس وأحس بإحساسه، لأني أشرب من نفس الفنجان اللي شرب منه. لأن خروجه مش بسبب الخوف، لا أبدا، ولا كان من أجل سلامته، لكنه كان من أجل سلامة الكنيسة الوليدة. ولأن الرسول سالم فهو الآن يبشر، وهم بعد الرب أراد أن أبشر من خلال البرنامج اللي أنت عم تشوفه الآن عبر شاشتك، المجلة السعودية وصباح الخير السعودي وغيرها على قناة الحياة المسيحية المباركة. في النهاية هذه البرامج المباركة، صباح الخير وسؤال جريء والمجلة السعودية والمرأة المسلمة والدليل، كلها اللي موجود على القناة، تسوي انشقاق في البيت الواحد، خصوصا المجلة السعودية في السعودية اللي سوت انشقاق من أول حلقة في بلادي الحبيبة. فمن أنك تلاقي العيال معي والشيبان ضدي أو العكس. وفي كل الأحوال الآن الرب يسوع المسيح تبارك اسمه يفتقد بلادي بمحبته العجيبة، له كل المجد. إذا كنت من القسم اللي مع الرسول بولس، شارك هذا المقطع على الفيسبوك وغيره، وإذا ما كنت أشجعك إنك تشارك هذا المقطع بعد ما تغير رأيك. وبركة رب المجد يسوع المسيح معكم جميعا، آمين.
معاك خلني معاك اقبلني بك التحت خلني معاك اتبع خطاك اتبع خطاك وما ابي غيرك احد اتبع خطاك انت الطريق وانت لي الحق الحق والحياة أوفى صديق باب قلبي دق وما له مصلحة خلني معاك يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي كل غاية منيتي أعيش برضاك خلني معاك خلني معاك خلني معاك خلني معاك في دنيا ما بها أمان خلني معاك من لي سواك من لي سواك في عشرتك ألقى ضمان من لي سواك أبقى معاك يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي كل غاية منيتي عيش برضاك خلني معاك خلني معاك اسكن معي يا سيدي اسكن معي وزدني سعيد زدني سعيد مثلك وبك انا اقتدي زدني سعيد لين اراك يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي كل غاية منيتي عيش برضاك خلني معاك خلني معاك السجود ليك السجود ربي يسوع انت الملك ليك السجود روحك يسود روحك يسود روحك يسود ويمتلك روحك يسود كما في سماك يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي يسوع سر بهجتي صرت لي كل دنيتي كل غاية منيتي عيش برضاك خلني معاك خلني معاك خلني معاك خلني معاك
قبلني بيك اتحد خلني معاك اتبع خطاك اتبع خطاك وما بي غيرك احد اتبع خطاك انت الطريق وانت لي الحق الحق والحياة اوفى صديق باب قلبي داك وما لا مصلحة خلني معاك. أحبتي في المسيح، مرحبا فيكم مجددا في قضية جديدة من قضايانا، قضايا وحلول. قضية اليوم قضية السحر واللجوء للجن. بصراحة هذه الظاهرة لها أساس عندنا، وهي مش جاية من فراغ، فالحسد والجن مذكورين في كتاب المسلمين، عشان كده يؤمنون بها. ظاهرة اللجوء للسحر والجن عندنا منتشرة خصوصا بين النساء السعوديات أكثر من الرجال. طبعا هذا الأمر له أساس ومش مبني على فراغ زي ما قلنا. الحريم عندنا يعاملن كناقصات عقل ودين، مما يسبب لهم التهميش والفراغ العاطفي. هذا اللي يخليهم يلجؤون للسحر والشعوذة والجن لسد هذا الفراغ. أنا أعرف أنه الكثير من النساء سيؤيد كلامي، ولكن بعضكم حيحاربني وتدافع عن سجنها. طيب إيش هو الحل؟ وإيش هو الحل؟ الحل خلينا نشوفه بالكتاب المقدس من قصة المرأة السامرية. هذه المرأة السامرية مذكورة في أنجيل يوحنا الإصحاح 4. هذه المرأة كانت متزوجة 4 رجاجيل، والأخير يعني الخامس كان صاحبها، يعني ما هو بزوجها، أو زي ما يقولوا هذه الأيام البوي فريند حقها. هذا لأنها ما كانت تحس بالشبع والرضا العاطفي. 5 رجاجيل ومو حد قادر يشبعها. لكن الرب يسوع المسيح تبارك اسمه وهو اللي أعطاها الشبع الحقيقي، لدرجة إنها تركت كل شيء وراحت لقريتها تبشر الناس عن المسيح. أعطاها الحب الحقيقي. تعال يا أختي اليوم للمسيح عشان تشبعين عاطفيا وتختبرين الحب الحقيقي، وتشبعين عاطفيا ونفسيا وروحيا من كل النواحي، لأن المسيح هو الشبع الحقيقي، وبركة المسيح معك ومعكم جميعا اليوم وكل يوم. آمين. الرب راعيني فما أحتاج إلى شيء، في مراع خضر يربضني، وإلى مياه هادية يقودني، ينعش نفسي ويرشدني إلى طرق البر إكرام لاسمه. حتى إذا اجتست وادي ظلال الموت ما أخاف شر لأنك معي، عصاك وعكازك هم معي يشددون عزيمتي. تبسط قدامي مأدبة على مرأة من أعدائي،
مسحت بالزيت راسي وأفضت كاسي، إنما خير ورحمة يتبعوني طوال حياتي، ويكون بيت الرب مسكن لي مدى الأيام. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. من الأسئلة اللي تطرح علينا عادة كمسيحيين وبشكل مستمر، سؤال يقول: إذا كان المسيح قال لم آتي لأنقض الناموس، أجل كيف لا يوجد ختان في المسيحية ولا فيه قيود على الأكل ولا فيه تقديس ليوم السبت والكثير من الأمور المخالفة لشريعة اليهود؟ والحقيقة إني أفرح وأرحب بكل الأسئلة والاستفسارات الصادرة من شخص بذل مجهود وبحث، أو على الأقل حاول يفهم، مش واحد يجادل لمجرد الجدال ويسأل ولا حتى ينتظر إجابة. وعموماً عشان نجاوب على سؤال هل إحنا نقضنا الناموس أو لا، لازم نعرف معنى الناموس. فالناموس هو الشريعة اللي وضعها موسى بوحي من الله، تخص حياة وتعاملات اليهود كشعب ودولة، وسميت ناموس لأن فيها صفات وتعاملات الناموس، يعني تكون مجموعة قوانين للسلوك تضعها سلطة عليا تشرف على تطبيقها وتعاقب كل من يخرج عنها. والناموس ثلاث أقسام أو ثلاث أنواع: الناموس الأدبي، والناموس المدني، والناموس الطقسي. الناموس الأدبي يختص في الوصايا العشر، وهي الوصايا المعروفة اللي أنزلها الله على موسى في جبل سيناء، مكتوبة على لوحين من حجر. وصايا مثل: لا يكن لك إله آخر، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، اكرم أباك وأمك، لا تشهد زور، إلى باقي الوصايات المعروفة وباقي الوصايا المعروفة. وهي وصايا لم يلغيها السيد المسيح، لكنها أخذت مع المسيح بعد أكبر، يعني ما عاد الزنا مثلا كفعل حرام، لكن مجرد النظرة الشرعية تعتبر مساوية للزنا كفعل. أما الناموس المدني أو الاجتماعي فهي قوانين أو مجموعة قوانين خاصة باليهود كأمة وشعب ونظام دولة وعلاقتهم مع بعضهم ومع كل من حولهم، ويتضمن العقوبات وتنظيم العشور والتعاملات وتعاملات الدولة وتطبيق الشريعة. وقد انتهى العمل به أصلاً بانتهاء دولة شعب إسرائيل وهدم الهيكل سنة 70، ومش بسبب المسيح أصلاً. وأما الناموس الطقسي فهو مجموعة الشعائر الخاصة بالعبادات اللي تقرب الناس من الله، والهدف منها تنظيم العبادات والذبائح والتقديمات والمواسم والأعياد والصيام والصلوات، وكانت دائماً عرضة للتعديل حتى في زمن موسى، فهي طقوس تنظيمية قابلة للتغيير والتعديل. وحيث إن للهيكل دور أساسي في استمرار تلك الطقوس، فإن هدمه أوقف العمل بها نهائيا. ولأن كل ذا الشعائر كان هدفها ومضمونها التقرب من الله، فبعد مجيء السيد المسيح ما عدنا في حاجة لأي طقوس تقربنا منه، لأن المسيح أصبح هو الرابط الوحيد والجسر الحقيقي في علاقتنا مع الله، ومش الطقوس أو الفرائض. وكذا يكون المسيح لم يلغي بل أكمل،
وصحح المفهوم الحقيقي للناموس اللي وضعها الله رحمة للناس مش نغمة عليهم. ونفهم من خلال مجيئه وعمله أن المحبة هي أصل الناموس وروحه، فإن أول الوصايا وأعظمها أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. بهاتين الآيتين، بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. يعني تخيل إن كل الأنبياء والرسل من أولهم إلى آخرهم جايين يقولون لنا كلمة واحدة بس، حبوا. بالضبط نفس الكلمة اللي يقولها لنا السيد المسيح اليوم وكل يوم. فإذا كان الناموس يرمز للمحبة، فإن المسيح هو المحبة الخالصة نفسها. فالناموس الحقيقي وضع محبة للناس وخدمة لهم، ومش عبء مسلط على رقابهم. فمش معنى إكرام يوم السبت مثلاً إنك تكرمه أكثر من نفسك أو من أخوك، فتترك إنسان مريض أو محتاج مساعدة عشان تكرم يوم السبت، أو تركز في طهارة أكلك وشربك ونظافة بدنك وترك قلبك مليان كره وحقد وغل وفساد وحسد. المسيح أبداً لم يلغي الناموس، ولكن بيّن لنا أن طهارة القلب ونظافة العقل أهم بكثير من طهارة الملابس ونظافة الأجسام. وهذا هو الهدف الحقيقي من الناموس. أقول لكل من يسأل أن الناس ضيعوا المعنى الحقيقي للناموس، فزادوا فيه وتقيدوا به تقيد حرفي، وبعدوا عن مقصده الأساسي وخلوه سبب للتعدي على الناس وهو الموضوع لحمايتهم. عشان كذا الله رحمنا ورأف بحالنا، فما عاد الناموس المكتوب وسيلتنا للتقرب منه، لكن أصبح السيد المسيح الحي هو الوسيلة الوحيدة للوصول لله، والباب الوحيد المؤدي للملكوت. فلا طقوس ولا ناموس ولا عبادات ولا أي شيء ثاني في الحياة ممكن يربطنا بالله إلا السيد المسيح. عشان كذا يوم عرفناه تركنا كل شيء في العالم وتبعناه. فلا عبادة ناموس ولا تقرب بفروض، لكن حياة مع المسيح وبه. واليوم أنصح كل من يدور على الحق أن يستمر في البحث ويصبر، وأكيد بيوصل، وبيجي اليوم اللي يرمي فيه أحمال الناموس ويأتي فيه للمسيح. فمعاه كل شيء، وبدونه ما نملك أي شيء، هو النور والحق والحياة، وما يفصل بينك وبينه غير أنك تتعرف عليه. وختاماً أشكركم على متابعتكم، وأشوفكم الأسبوع القادم على أحر من الجمر في المجلة السعودية وكلام جديد ودي أقوله. وفي أمان الله. أهلا وسهلا فيكم في فقرة جديدة من فقرات اختبارات. تعالوا نسمع هذا الاختبار اليوم. وصلنا من أخت من العراق، مش هذكر الاسم، ولكن تقول أنا فلانة عراقية، الله الخالق غير حياتي منذ 7 سنين. تقول إيش؟ أنا عجبني هذا الاختبار وأنا أقرأ. كنت من خلفية إسلامية شيعية، وبسبب قراءات القرآن طول حياتي 46 سنة كنت أكتب بعض صور القرآن وأحملها زي ما كنا نسوي بجوبنا وحقيبته وحقيبتها دوما كما علمونا شيوخ الإسلام. فسبب ذلك لي لعنات أرواح شريرة من الشيطان، وحاولت عدة مرات الانتحار، فكنت أكره نفسي كثيرا، ولكن أحب
وأثق بالناس أكثر من نفسي لأني عاطفية. كان الناس يستغلوا طيبة قلبي البريء، فكنت ضعيفة جدا ولست أعرف كيف أدافع عن نفسي. كل ما أفعله الاستسلام للعزلة والبكاء والدعاء والعتاب لله. لماذا البشر قاسين؟ وأين أنت يا رب؟ أريني من أنت، كيف تكون أنت الله العادل ورحيم؟ كيف؟ ولماذا يوجد ظلم وألم في كل العالم وفقر وتشرد ومشاعات؟ ليش؟ وكنت أسأله أيضا لماذا حق الأنثى مغبون ومهضوم، وكيف تسمح بأن يكون المرأة عقل ونصيبها بالميراث ناقص وعقلها ناقص عن الذكر؟ أحقا هذا كلامك يا الله؟ أشكر الرب يسوع المسيح لصلاتي ودعائي، وأعلن لي عن ذاته وعرفني من هو وحررني من لعنات إبليس. أشكر الرب وشفى كل جروحي وألامي ونلت الخلاص بنعمته. آمين. أنا أعرف هذه الأخت، أنا كتبت تعليق هنا أقرأ لكم إياه من بداية خدمتي مع القناة، وهي نشيطة جدا في خدمة الرب وتشارك باستمرار معي على الفيسبوك صفحة الشخصية والمجلة السعودية. آخر الأخبار الحلوة وصلتني أن الرب استخدمها من أجل خلاص أخواتها وتحريرهم من الإسلام وقبولهم للرب يسوع المسيح، وخلص شخصي لحياتهم. طبعا الأخر الأمر ما مو سهل، أخذ معها 7 سنوات من التعب والدموع والصلاة، لكن الرب استجاب. الصراحة كلنا حنا العابرين لزوم نتبع نهج الأخت ونبشر أهالينا ونصلي ونتشفع فيهم أمام عرش النعمة. يا رب يا رب يا رب فرحنا بخلاص أهالينا الآن بالمسيح يسوع، له كل المجد. آمين.